اليوم الثلاثاء 17 أبريل 2018 كما تقرر في الهيئة الإدارية الأخيرة المنعقدة يوم 13 أبريل القيام بتعليق الدروس في كافة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. اليوم كان نجاح باهر ومنقطع النظير داخل قاعات الأساتذة، بين فيه جموع المدرسين والمدرسات يعني وحدتهم ولحمتهم وموقفهم الداعم لمطالب قطاع التعليم الثانوي. الحضور اللافت في قاعة الأساتذة يؤكد إصرار زملاء الأساتذة على مطالبهم في مواجهة وزارة وحكومة ترفض التعاطي الإيجابي مع ملف التعليم الثانوي. يعني خليني نذكر أنه جزء من المطالب قطاع التعليم الثانوي مطروحة على الطاولة منذ يوم 4 نوفمبر 2017، ولكن إلى حد الآن الحكومة والوزارة يعملان على التسويف، على سياسة الهروب للأمام، على الدفع نحو مزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي والتربوي داخل مدارسنا الإعدادية ومعاهدنا. أكدنا عديد المرات أننا سنعمل على إنجاح السنة الدراسية، على إنجاح الامتحانات الوطنية، ولن ندفع نهائيا ضد مصلحة أبناء شعبنا. ولكن حقيقة ما تقوم به الوزارة ومن وراءها الحكومة هي من تدفع نحو مزيد من تأزيم الوضع، نحو مزيد من التهرب من تحمل مسؤولياتها بعلاقة بمطالب قطاع التعليم الثانوي. مطالب قطاع التعليم الثانوي نذكرها اللي هي تتمحور في ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول هو مطلب مادي، نطالب بتحسين وضعنا المادي باعتبار الانهيار الكبير في المقدرة الشرائية لعموم المدرسين جراء يعني ميزانية 2018 وما ساهمت في يعني فيها من مزيد ضرب المقدرة الشرائية. المحور الثاني هو بعلاقة بالتقاعد وسن التقاعد. والمطلب الثالث هو بالعلاقة بالوضع التربوي العام، الوضع التربوي العام اللي هو يشهد مزيد من الانهيارات، مزيد من تخلي الدولة على النهوض بهذا المرفق العمومي، ناهيك أن هناك بعض التلاميذ إلى حد الآن محرومين من بعض المدرسين، بعض التلامذة ما عداوش حتى مادة رئيسية في السداسية الأولى باعتبار عدم وجود مدرسين بسبب غلق باب الانتداب للسنة الثانية على التوالي. نشاهد تخفيض مستمر ومتواصل في ميزانية المؤسسات التربوية وصلت البعض منها إلى 30 و40%، وهذا المحاور الثلاث هي اللي خلتنا نتمسك بمطالبنا. أنجزنا العديد من التحركات النضالية، قمنا بثلاثة تجمعات، قمنا بثلاثة أضرابات، قررنا حجب الأعداد عن الإدارة بعد القيام بإصلاح الفروض وإنجازها وإرجاع الأعداد للتلاميذ، ولكن للأسف الشديد الوزارة والحكومة يرفضان التعاطي الإيجابي مع مطالب قطاع التعليم الثانوي، ونحن متمسكون بمطالبنا إلى آخر رمق.